ضمانا للسير الحسن لهذا الموعد الهام، قامت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر بإدراج فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني، وهذا من أجل ضمان المتابعة النفسية للتلاميذ الممتحنين. في النهاية المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر تتمنى النجاح والتوفيق لجميع الممتحنين. يا ربي كاع ينجحهم كاع وليداتنا، ما نقولش غير البنت وليدي راهي هنا، ان شاء الله ربي يحفظكم ان شاء الله وكاع وليداتنا ان شاء الله يا ربي كاع كاع ربي يفرحها ان شاء الله وتفرحنا ان شاء الله معنا كاع يا ربي. وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.